مو دقيق استاذ طه، لانه هو الرجل انجليزيته الليفل مال الانجليش مالته از فيري باس تو بي اونست، يعني حقيقه انجليزيته جدا بسيطه زين بسيطه، يعني انا ما ادري جايبين مترجم انجليزي، اذا هو الانجليزيه مالته هي ويك ضعيفه، هو جايب لنا ليش ما تجيب لنا مترجم من اللغه الام مالته؟ هذا الشيء يخص الاخوان بالاتحاد ويخص الفنيين، هذا يعني ما علم مو شغل رجال زين. بس الايجنت علي الويكند كان عندهم بلاي اوف تمام لو مكمل، نعم، فدزوا على علاوي على اساس يلعبوا بويمبلي، نعم، فمن فحصوا علي سووا تيست قالوا له لا انت عندك اصابه بالعضله، وهاي الاصابه ممكن اذا لعبناك بهيك لعبه قويه ممكن انه تنصاب انت زين، فانت ارجع لبرومني الى ان ينتهي الاعاره مالتك، يعني ان شاء الله على السيزون يجي. من رجع علي كان موجود ويكند الظهر الايجنت، يعني باي ما ادري باي كان بصدفه كان وياه، فمتصلين سكوب متصل باحد الاداريين اللي بويكم يتكلم وياه، قال لي انا ما افهم على لانك وجمالتك، لانك وجمالتك كل السريع انت فيري كويك سريع، فانطينا حد بصفك يعني احكي وياه انجلش. الظاهر بهذا اثناء اللقاء كان الايجنت مال علاوي موجود ما حاكي وياه، فهم القصه يعني اذا لغته الانجليزيه والكوميونيكيشن مالت الاتصال مو تمام، هذا مو ذنبي ولا ذنب علاوي، هذا ذنبه هو، مشكلته يعني هو يعني هو مخابر واتساب، مخابر انترنت، يعني ما مخابر دايركت حتى اكو مشكله بالاتصال دبقى. لا واتساب لا كل اتصاله واتساب زين، كل اتصالاته واتساب زين اتصال مباشر. بس العفو استاذ ابراهيم بس عفوا هاي الحادثه بعد المباراه هاي اللي قبل كم يوم اللي لعبها علي؟ لا قبلها. زين تمام. قبلها الطو ريبورت انه قالوا له عنده ماينر انجري اللي هي اصابه جريد 1 اللي هي بالابداكتر يسمونه، اكو الفنيين موجودين والايميل موجود مال برومي. زين. فرجع لبرومي البارحه برومي كان ما عندهم لاعبين طاهر. نعم. فمن نزلوه كان المفروض يبدلونه دقيقه 70. نعم. بس هم استنفذوا التبديلات، روح راجعوا والريبورت اليوم اللي طلع من برومني يقول احنا كان المفروض نسوي له سبتيتيوت بس ما قدرنا لان احنا استنفذنا للتبديلات. وباللعبه نفسها بالبريف هذا مال اللعبه مالته.